السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم وبخير. الصحه هي هذيك اهم حاجه، اهم حاجه المورال. كنبوسكم بوسه كبيره وكنقول لكم رجعت لكم ان شاء الله واحد العوده اللي قويه ان شاء الله بحول الله، وجبت لكم الاخبار الصار هاد الايام. كنت غابره عليكم، كنهضر بشويه لانه كيدير الصدى ديال الصوت بزاف. كنت غايبه عليكم، خلعوني صحاب لي ولادي، ما عرفتش كنسمع شي غوات ولا بكا ديال الولاد كيسحاب لي ولادي، ما عليناش. هاد الاسبوع هذا كنت غايبه عليكم، كنت كنقاد شي امور وهذا، فشفت هاد الشيء اللي غنقول دابا. الطلب ديال الفيديو ديال البارح، شفت الاقبال الكبير على المنتوجات، على المنطوات، على داكشي ديالي الخاص اللي في المشروع. بزاف منكم قال لي ساره شوفي شي طريقه، اي طريقه، بيعي لينا، بغينا، صيفطي لينا. فقلت علاش لا، لقيت حلول لهذه المساله هذه. حتى هي بالنسبه للناس اللي في المغرب غادي يقدروا يشريو، بالنسبه للناس اللي في اوروبا غادي يقدروا يشريو. يعني في اي بقعه من بقاع العالم الناس غادي يقدروا يشريو، يعني غادي تقدروا تشريو داكشي اللي بغيتو ولكن بتخفيض. حاليا بزاف ديال المنتوجات غندير فيهم تخفيض ابتداء من الان. كنقول لكم غتهبطوا لصندوق الوصف اللي هو شوفوا دابا بلاتي اليمن، شوفوا دابا معايا، شوفوا الجهه اليمنى اليمن لتحت كاين واحد المثلث صغير كري، هذاك هو اللي غتوركوا عليه، غيطلع لكم صندوق الوصف. هذاك هو صندوق الوصف. بزاف اللي قال لك بصراحه ما عرفناش صندوق الوصف شنو هو، شوفوا الفيديو اللي كتفرجوا فيه دابا في اليمن ديالو تحت شي شويه غتلقاو واحد السهم كري بحال هكا، ضغطوا عليه وغتهبطوا تشوفوا. هذاك هو اللي غتلقاو صندوق الوصف تحل، وغادي تلقاو اسم الموقع. اخيرا الموقع اللي ما بغيتش نعلن عليه واللي دابا غنعلن عليه فقط باش تختاروا السلعه، ماشي هو اللي غنخدم به لانه ما بغاتش تانتيغري فيه، ما عرفتش لانتيغراسيون ديال المود دو بايمون ولا طريقه الدفع ما بغاتش تثبت فيه. فهاد الويب سايت كله غادي نبدلو ان شاء الله، وراه طور التجهيز، لكن غنعطيكم هاد الويب سايت باش تختاروا داكشي اللي بغيتو، تختاروا المنتوجات، الحوايج، المنطوات، الشيلان اللي بغيتو. فاغلب الحاجات ما عدا الشيلان، اشاربيت الشيلان، يعني هادو الشيلان يعني بالنسبه للاجنبيات، شال شيلان مجموع، ما عدا هادوك ما غيكونش فيهم تخفيض لانهم على طول السنه، ماشي دومي سيزون ولا الصيف ولا الشتاء ولا هادو، راكم عارفين كنديرهم في الشتاء كنديرهم في الصيف، زوينين ما فيهمش النيلون واعرين ديما، راه انا الحاجه شخصيا كنستعملها. والمنتوجات الاخرين اللي شويه ديال اللي قرب يخرج السيزون ديالهم غندير فيهم تخفيض ديال بصح، لكن انا غنهبط معكم دابا لتحت، اجيو معايا غنوريكم. السلعه محدوده، البضاعه محدوده، خديتي خديتي، ما خديتيش غادي تسني. بلاتي انا هبط معاكم. الله. مهم السلعه هي هذه، انتما كتشوفوا رانا هاز هادشي باش حيت هادو طوال كساوي، هادو غيكون فيهم حتى هما تخفيض. بلاتي نزيد لكم في الإضاءة، هادو غيكون فيهم تخفيض 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 عاد قوصر بيه ماتريكس. هادو اللي بزاف منكم اللي عجبوهم هما، وهادو ديال اللي بحال الحولي مانع، هادو كلشي غيكون فيه تخفيض قلت لكم، ما عدا الشيلان، لأنه الشيلان كما قلت لكم ماشي. وهادو بغيتكم تشوفوا معايا هاد الجمال هذا بلاتي. هادو عرفتوا هادي اللي كان هادي كنلبسها، هادي قميجه انا اختي خديجه، قميجه شوفوا الثوب ديالها بلاتي واش غيبان لكم ولا لا، واحد الثوب اللي غزال بارد بارد. هادي صيفيه 100% كتلبسيها هكذا في الحزام ديالها، فيها لي طاي غنقول لكم حتى البدن طاي حتى 44، فيها من 38، شحال باقي فيهم؟ 38 42
44. فمهم انا اعطيكم الحساب ديال الانستغرام الخاص بهذه الماركه هذه اللي هي فاشن فروم سارة. الماركه اللي الحمد لله درتها بالاسم ديالي. نوريكم هذا ماشي مثلا هذا الشال هذا شوفوا هذه هي التيكيته اللي غتوصلكم في الشيلان وفي الحوايج حتى هما الماركة يعني الويب سايت فاشن فروم سارة .com. الماركة سارة كي اللي في سارة شنو تاني مهم كل شيء غندير لكم فيه تخفيض ما يكونش بالكم مشيش يكون بالكم هاني هادو غيكون فيهم تخفيض هائل 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 الله فاشن فروم سارة انتم معايا تشوفوا كيحمقوا 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 هادو منهم بزاف عرفتوا هادو منهم بزاف هادو شفتوهم معايا حتى في الدار هادو وهادو ديال الجلد منهم بزاف كاين موجود يعني لكن سربيو شريوهم اللي بغيتوهم لك بالنسبه للناس اللي كانوا باغينهم بزاف 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 سربيو شريوهم لانهم اللي غيتقاداو وما غيعاودوش يجيو صافي مشات الموضه ديالهم لكن غادي يجيو موديلات صيفيه شي حاجه اللي شغنقول لكم كتحمق ان شاء الله بحول الله وشنو ثاني بغيت نوريكم قلت لكم هذه فيها ثلاثه ديال الالوان داتي هذه فيها ثلاثه ديال الالوان فيها هذا اللون المطهر فيها هذا اللون بوردو كلاس وفيها الاسود نوار كيف ما شفتوا معايا فمهم غنخلي لكم دابا المعلومات غادي تدخلوا الانستغرام باش تكومونديو اللي بغات تكوموندي غنخلي لكم الانستغرام بليت نخلي لكم الانستغرام ورقم الحساب ديال المغرب ورقم الحساب ديال تركيا بالنسبه للناس اللي في المغرب غتسهل عليكم دابا القضيه غادي تحولوا الفلوس في الحساب ديال المغرب اللي بالاسم ديال الام ديالي الناس اللي في اوروبا كامله غادي يحولوا الفلوس هذا الشيء غير اللي في المغرب هذا البنك ديال المغرب خاصه غير الناس اللي في المغرب الجزائر ما عرفتش تونس يعني المغرب العربي واش يقدروا يرسلوا الفلوس للمغرب ولا لتركيا اللي تسلككم اللي تعجبكم ماشي مشكل مانيش مشكل وشنو ثاني ممكن ويسترن يونيون حتى هي ماشي مشكل لكن من الاحسن من الاحسن من الاحسن الحساب البنكي ارسلوا فيه الفلوس ودخلوا صيفطوا ليا ديكونت ولا لو روسو في الانستغرام ديال فاشن فروم ساره اللي غتكون مكلفه فيه السيده اللي كلفتها ماشي انا اللي غنكون مكلفه سمحوا لي بزاف ما غنلحقش ودابا ديجا اصلا ما بقيتش كنلحق حيت كلشي مني الناس سمحوا لي بزاف فالسيدة اللي مكلفاها بالمبيعات راها مغربية كونوا مرتاحين ماشي تركية مغربية تواصلوا معها صيفطوا لها لو غوسو في الانستغرام لو غوسو صيفطوا لها في الانستغرام وصيفطوا لها ولا رسلوا لها نهضر بشوية بلهجة مبسطة رسلوا لها التصويرة الصورة ديال الحاجه اللي بغيتوها اول حاجه كترسلوا الصوره ديال الحاجه اللي بغيتوها كتعطيكم الثمن ديالها بالتخفيض الثمن ديالها اللي بالتخفيض كتعطيه لكم لكن 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 كنترجاكم واحد الحاجه واحد المساله الشطاره ما كايناش لانه هذا الشيء مبيعات عبر الانترنت فما تعيوهاش مسكينه الشطاره ما كايناش شنو هذيك هاك ورا ما فيها حزاره يعني التجاره هذه عبر موقع الانترنت ماشي من محل كتمشي كتشطري معاه كهذا يعني انا غندير لكم ثمن مناسب جدا في متناول الجميع لكن الله يخليكم كنترجاكم من هذه المساله هذه حيت عارفه غتكون لكن ديجا الثمن
غيكون في متناول الجميع. زائد حاجه اخرى، الشحن دائما على الشاري، هذه في العالم كامل. انا شخصيا يعني كنشري شي حاجه، الكارغو ولا الشحن كندفعو انا. و بخصوص هذا الوضع هذا، الكارغو غي ولا الشحن يعني غتوصلكم الطلبيه ديالكم في ظرف 15 يوم. باش نبين لكم من دابا، شوفوا انا كي واقفه ندير كي البوليس، توصلكم الطلبيه ديالكم في ظرف 15 يوم ملي تكومونديو الحاجه وتخلصوها. الغد ليه ان شاء الله تعطل الشحن، تدفع للشحن شركه الشحن، وهما في ظرف 15 يوم كيوصلوها لكم حتى لباب داركم. وشنو ثاني؟ وغندير تخفيض في هادو حتى هما بلاتي بيضا. شوفوا معايا الشيلان الوان واشكال، او لا لا الوان واشكال. هادو اللي كندير، كاين الوان الوان بزاف. حتى راه غتشوفوا الويب سايت غتدخلوا، تقدر تطلع لكم بالانجليزيه على ما اظن، لا فرنسيه ما عرفتش، كل واحد شنو كيطلع ليه، فرنسي ولا انجلي. يطلع لكم بالانجليزيه، غتختاروا شاول، شاول هي شال، سكارف هي اشارب، شنو ثاني، كوت، مونطوات. المهم نتوما دخلوا الكاتيجوري غتلقاو بزاف الحاجات، وركو غتخرج لكم، غيخرج لكم بزاف ديال الحاجات كومبينيزون، وهذا لي كومبينيزون. المهم غيطلع لكم داكشي ساهل ماهل، اختاروا الحاجه ديروا لها سكرين كابتشر ولا كابتشر ديكرون، ورسلوها في الانستغرام اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف، وغنخليه لكم في اول تعليق الانستغرام ديال فاشن فروم ساره السيده. راه قلت لها وجدي راسك، رانا غندير الفيديو اليوم ابتداء من غدا ان شاء الله، غنبداو نتوصلوا بالطلبيات وارك الخدمه، وان شاء الله غادي نفرحكم كاملين كاملين كاملين، وغتبقاو ممنونات ممنونات وناشطات كاملين. انا كنوعدكم هذا الشيء كله تحت الخدمه ديالكم، يعني هذا المحل كامل واللي فيه كامل كل شيء تحت الخدمه ديالكم. هذا اللي قلت لكم في الفيديو ديال البارح. شنو ثاني يعني علاش المونطوات دابا ملي غيكونوا دابا غيكونوا في التخفيض، ملي غتسالي هاد السيزون ديال الصيف والحراره غيرجعوا للثمن الطبيعي ديالهم، لانه هاد المونطوات ديال هاد الكري هادو الثمن ديالهم 79 اورو 79 اورو. لكن شي حاجه اللي شنقول لكم، وغندير تخفيض ديال هاد الوقيته هادي، كلشي هادشي ديال الشتا غندير فيه تخفيض، يعني اغتنموا الفرصه دابا خذوا هادشي رخيص، لانه شحال من شهر من مورا بعد شحال من شهر غتجي الشتا، غتصدقوا رابحين مونطو رخيص ومن تركيا، يعني ماركه تركيه كاليتي تركيه زعما مزيانه. وكنعطيكم الغارانتي على اي حاجه كاينه هنا، غارانتي ولا الضمان كنعطيه لكم، ضمان السلامه ضمان السلامه. وهذا الشيء حتى هو اجوا معايا هنا دابا نتحولوا لهذا المكان. هذا حتى هو هذا فوق لتحت ريك، وحتى هذا غندير فيهم تخفيض. المهم داكشي ديال الشتا كامل 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 غيكون فيه تخفيض. دابا خديتي تخديتي جهدت الماء والستوك راه محدود، غندخلو غيبان لكم العدد ديال الستوك راه محدود، وان شاء الله في المره الجايه في الدوزيام ايتاب غندير لي تاي كبار، لي كومون تاي تاي كبار القياس الكبير. ف شنو ثاني، هادي حتى هما هذا اللي كلبس، انا شي كلشي كلبس راكم عارفين. ف اللي بغيت نقول تواصلوا مع الاخت، راه غادي تهضر معاكم كل شيء. بلاتي اسمحوا لي دوختكم بهذه الكاميرا ندور بها. هادو حتى هما هاد الشيلان، هادو الشال العجيب الشيلان العجيبه، هادو حتى هما كاين في الالوان اللي غتلقاو في الموقع
كاين في الزرق، كاين في البوردو، كاين في الخضيبر. هذا يمكن ما مصوراش بيه، ما مصوراش بيه، هذا نسيت ما صورتوش. انا غنوري لكم دابا، نوري لكم دابا اللي بغات هاد اللوين ديال الصيف. كاين شي حاجات اللي فلتهم كيف ما صورتهم. المهم غنوري لكم دابا، هادو العدد ديالهم محدود، ستوك ديالهم محدود. هانتوما شوفوا معايا، شوفوا شوفوا، ما عمري ما درت هاد اللون. نضادر نضادر نضادر. لا هانتوما شوفوا معايا، هكذا هكذا كتحزمو. انا جربو معكم دابا هاد اللوين، حتى هو فن زوين ديال الصيف. هكذا كتجيبي هادي هكذا، وهانتي دايره الشال زوين شيك، مديوش على هادشي. شو معايا، وعرفتو فنين هادو، شوف صيفين غزالين باردين. انا كنديرهم حتى في الشتا، راه كتشوفوني ما كتحسيش بالبرد، ما كتحسيش ابدا بالبرد. فهادو هما كاين الشال ديال برنسيس شال، سميتو برنسيس شال، غادي تلقاو في الموقع هاد بلا ما نحل دابا. هادو فيهم واحد الباندا خاصين هادو بالمناسبات، المناسبات اللي خطوبه، عرس، عيد ميلاد، شي حاجه، مهم مناسبه الايام الخاصه، فيهم واحد الباندا هكذا زوين، راه غتلقاو في الموقع الصوره ديالهم. فالموقع انا شاركته معاكم، دخلوا حالا حالا حالا، الحاجه اللي تعجبكم. شوفوا راه قلت لكم ستوك محدود، خديتي خديتي ما خديتيش هزك الماء غتبقيتي تسني دوزيام ايطاب. داكشي الثاني، المره الثانيه السلعه اللي غتدخل يعني. فهادشي اللي بغيت نقول لكم قبل ما ترسلوا، قبل ما ترسلوا اول حاجه غترسلوا الصوره ديال، غديروا لها سكرين كابتشر ولا كابتشر ديكون ولا صوره، التقاء الصوره للشاشه، ترسلوها لهذا الحساب ديال هاد الماركه هذه، هاد الحساب ديال هاد الماركه هذه، ترسلوا الصوره تعطاكم الثمن ديالها من بعد الاوكي. غير هي الله يخليكم ما تشدوهاش السيده بزاف، لانها غير بوحدها شحال قدها ما تجاوب، راه تبارك الله راه 500000 اخت او زياده، فما يمكنش ليها تجاوب على كل شيء في دقه. ف بالمختصر يعني الثمن صافي، بغيتوها الحاجه غتصيفطوا المعلومات ديالكم الخاصه بكم، غتصيفطوا الخلاص الفلوس في البنكه، ومن بعد غتصيفطوا الغوسي التصويره ديالو، غتصوروا وتصيفطوا، ومن بعد في نفس الاسبوع ان شاء الله غادي يتشحن لكم هذاك الشيء اللي تقديتو. وهذا الشيء اللي كاين، فهاد الشيء هاد التخفيضات هادو هدايا، وبمناسبه رمضان ان شاء الله، وبمناسبه هاد المرض، هاد الشيء هاد اللي ربي مبغيتش نقول هادشي هاد الشيء اللي حنا فيه، نعدلو شويه المورال ديالكم، نفرحوكم، شنو نقول لكم، نساو الهم، نضحكو ننشطو، راه شريو هاد الشيء ان شاء الله بدا كيفوت، غير كونوا هانين بدا كيفوت. راه الحمد لله هنا ابتداء من هذا الاسبوع اللي غيدخل ان شاء الله الحياه بشويه بشويه غتبدا ترجع لطبيعتها، الميه المقاريه خلاوها خوتنا المصريين، تحيه كبيره. فهادشي اللي بغيت نقول لكم، كنتسناكم كنتسناكم تسناكم، كنتسنى الاخت تقول لي ساره عتقي ساره عتقي فان شاء الله غنخدم ليل ونهار على قبل باش نرضيكم، باش نجيب لكم الحاجه اللي زوينه اللي ترضيكم اللي تحمقكم اللي تعجبكم واللي تخليكم تولفكم المحل زعما. فكنا عارفين السلعه ديال تركيا ولات رقم واحد، حتى حد ما كيقدر ينكر هذه المساله هذه، ولات رقم واحد السلعه ديال تركيا بالجوده ديالها، بالكاليتي ديالها، بالكواليتي ديالها. من الله يستر. هاد الكسيوات هادو حتى هما هاد الكسيوات هادو حتى هما
عندي لهم تخفيض 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 هائل. شوف يعني في نظري خذوا دابا قبل ما يتقاضى، لانه السيزون ديالهم غيطلع الثمن ديالهم كيف ما دابا غيبقى حاليا. دابا انا من بعد هذه اللقطه هذه غندير التخفيض، ملي غيسالي التخفيض غير جبد الثمن ديالهم اللي كانوا به. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الله، هادشي اللي بغيت نقول لكم، ولكن جريو 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 جريو. هادي شي حاجه اللي اشكون شان نقول لكم، روعه 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 من الداخل. راه ديما كنقول لكم شوفوا ليا من الداخل كيفاش داير. من الداخل كيفاش داير. فالحمد لله بدينا الموقع الثاني في طور التجهيز حاليا. هادشي علاش ما غنبداش به ديريكتومون. الموقع اللي غنعطيكم دابا هذاك غير كتالوج، نعتبره كتالوج فقط. هو اللي غتشوفوا منه داكشي اللي تحب، اللي يحب الخاطر اللي تبغيو. انا متاكده انه داكشي غيحمقكم. نوريكم واحد الحاجه وانا جايه. كاين هاد اللون حتى هو الزيتي، هاد اللون غتشوفوا الصوره ديالو حتى هو في الموقع. ونزيدكم حاجه، ملي تدخلوا الموقع ما تصدموش، انا هي المانكان ديال هاد الماركه، المانكان اللي في الموقع. ما تصدموش تقول اه ويلي شكون هادشي. فانا هي الممثله الرسميه لهادشي ديالي اللي درت. يعني بغيت بما انه مشروعي والماركه ديالي بالاسم ديالي، بغيت نكون انا اللي كنمثل هاد الماركه هادي في السوق ان شاء الله. فهاد هاد الشال حتى هو اللي كروازي حتى هو كاين. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، ما كايناش في الموقع، كايناش فيه. هانتوما معايا، هادو محدودين. شحال عندي؟ هادو لي بوني، هاد البونيات هادو بلاتي، هادو بلاتي. شحال فيهم؟ شتو بحال هكدا، هادو غير كيلصقو بحال هكدا، شفتو بحال هكدا واعرين. عرفتو كيلصقو، ما كيتحيدش لك، ما كيلعبش. ضروري البوني باش كي يجيك واحد الحجاب لي شيك، ماشي كيبقى باين لك الشعر باش المهم باش تدخل داكشي. كل واحد الحر في راسو. هادو عندي محدودين، عندي ربعه ديال البكيات، عندي الابيض، عندي الاسود، عندي الازرق، عندي كريم، ربعه ديال البكيات. سربي وخلاص باش ما يتقاداش. هانتوما كتشوفوا بحال هكا غيوصلوكم. ونقولوا بسم الله. بدينا في المشروع وحنا واخا حنا في رمضان، لكن هذا شهر البركه، شهر الخير، شهر الرزق دائما علينا وعليكم ان شاء الله. ف سعداتي بديت في رمضان، والله لا سعداتي، يعني ما نفكرش زعما لا ميمتي كي غندير، خاصني نوجد الفطور، خاصني نوجد داكشي اللي قسم الله راه حنا ناكلو. راجلي واحد الانسان الحمد لله، اللهم لك الحمد، لي متفاهم جدا جدا في مساله الماكله. اللي درتيه ليا ناكلو كيقول ليا. واخا تحطي لي داكشي ديال الفطور اللي كنفطروا به في الصباح في رمضان، في الفطور ديال رمضان ما عنديش مشكل. قالها لي غير البارح، قال لي ما عنديش مشكل، ما تهزيش ليا الهم. وليداتنا نكون انا في الدار نطيب ليهم، تكون انت في الدار طيبي ليهم، راه حالهم حال سهل يعني، ماشي شي حاجه. فهادشي اللي كاين. شنو ثاني اللي مازال ما مصورش هنا؟ شنو ثاني؟ لكن هاد الشيلان هادو فيهم بزاف، كاين بزاف، كاين الالوان كثيره، كاين الموطار البني القهوي، البوردو. ناري البوردو كيحمقني انا في هذا، راكم شايفينه نهار شريت البورتمون جيت. كاين الزيتي، الاسود، الاسود منه كميه شويه كبيره، الموف، الزيتي ثاني واحد طون طون اخرى، الزيتي الفاتح والزيتي الغامق، انتم عارفوا الجري، الغامق، الاسود، كاين الجري الفاتح. قرب لكم انا هادشي مالي. كاين الجري الفاتح، هذا اللون وردي، واحد الورد، داك الورد الكارم الجاف
هو اللون ديالو بيج، هذا اللون بحال الماغون، بحال القهوي، بحال مخلط. كاين هذا اللون غزال حتى هو، هذا كنديرو حتى هو بزاف. كاين هذا بحال لورانج، بحال كاين بزاف، كاين غري، عاوتاني كاين كاين خير موجود الحمد لله. كاين او هادشي اللي بغيت نقول لكم، الحاجه اللي تعجبكم في الموقع انا معكم فيها ان شاء الله. ف نبداو العداد من الان، فصاعدا من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبدا نجمع في لي كومون. خديتي ما خديتيش، هذه الكلمه ضربك الدو. فكنتمنى حظ موفق للجميع، كنتمنى ربي كل واحد يسهل عليه. يكفي انك تخلي قلبك مزيان مع راسك، مع الله ومع العبد، اكيد 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 ربي غيسهل عليك واحد النهار حظ موفق. مره اخرى كنبوسكم بوسه كبيره، كنحمق عليكم. شكرا 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 شكرا، مع السلامه. يلا جريوا للموقع، جريوا، سربي سربي سربي. ما تنساوش تشاركوا في الجيف واي اللي ضروري ضروري ضروري. تواصلوا مع الاخت حياه، غنعاود نخلي لكم معلومات عاود ثاني في صندوق الوصف وفي الكومونتير ولا التعليق الاول. فما بقى والو ان شاء الله، سربي وخلاص. وغيكونوا الفلوس، وغيكونوا واحد حاجه اخرى من غير الفلوس اللي هي الشيلان ان شاء الله. فنتمنى كل شيء يربح ان شاء الله. فسربي وخلاص، سربي، باي باي.